مدينة دبي المستدامة تعتبر من أبرز المشاريع على مستوى المنطقة التي حظيت بصدى واسع على مستوى السوق الإماراتي والعالمي منذ إطلاقها في بداية أيار 2013، وسيتم تطبيق الأسس العلمية لمعايير الاستدامة العقارية البيئية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المدينة تجسيدا لمضامين مبادرة حكومة دبي اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة. وتهدف المدينة إلى توفير الطاقة المستخدمة والتقليل من انبعاثات الكربون، حيث تصل نسبة التوفير في المياه إلى 50% عن طريق تدويرها، وإلى 100% في الكهرباء التي تتولد عن طريق الطاقة الشمسية، ويصل إنتاج المدينة من الكهرباء إلى 10 ميجاوات كل ساعة. الكهرباء حسب استهلاك الشخص يعني ممكن يوصل لحد 100% توفير الكهرباء، لأنه الانتاج الطاقة الشمسية اللي على الروف وعلى الباركينج يغطي استخدام الشخص العادي بالكهرباء في البيوت. فانتاج الكهرباء للمدينة كلها تقريبا 10 ميجاوات بير اور. وبدأت شركة دايموند ديفلوبرز القائمة على المشروع بزراعة 3000 شجرة في محيط المشروع الواقع على مساحة تبلغ نحو 5 ملايين قدم مربعة، مستحوذة المساحة الخضراء على 60% من إجمالي المساحة. ويتضمن المشروع نحو 500 فيلا إضافة إلى منتجع بيئي يشمل 143 غرفة وجامعة بيئية متخصصة. طبعا المشروع بيشجع المستخدمين على استخدام السيارات الكهرباء بسبب يعني لتخفيف انبعاثات CO2. احنا الهدف من المشروع المحافظة على البيئة، فمنا كمطور في تشجيع أي حدا بيشتري من المستخدمين سيارة كهرباء بندفع 50% من قيمتها. يعني طبعا في اتفاق مع أو في مفاوضات مع بعض الشركات على أساس تقريبا يعني ممكن تكون سعر السيارة ب100,000، احنا كمطورين ندفع 50,000 لكل مستخدم بيشتري سيارة كهرباء. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى 2500 نسمة، وسيتم تسليم كامل المشروع الذي ستصل كلفته إلى نحو 1 مليار درهم في بداية عام 2015، لتظل دبي صاحبة المبادرات والنماذج الخضراء الأبرز في المنطقة.